إحنا اليوم هون بوجود مجموعة من المتعافيات والناجيات في مركز دنيا ولجان العمل الصحي. عندنا أول مركز تشخيصي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة للمركز التشخيص إحنا عندنا خدمات مكملة وهي أساسية مثل الدعم النفسي والعلاج الطبيعي. الدعم النفسي هو نص العلاج في حالة الإصابة بسرطان الثدي، سواء كان من الطبيب بالبداية، من الأسرة، من الزوج، من الأهل، من الصديقات والأصدقاء. الفعالية هي من ضمن فعاليات عم نعملها كإذاعة نساء أف أم، إذاعة المرأة الفلسطينية، بمناسبة شهر أكتوبر، شهر التوعية أو الشهر الوردي بما يعرف، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي. ممكن أنت لاحظت أنه في لنا بيلبوردز بمدينة رام الله بهذا الموضوع، وهي الفعالية بتكمل هاي الحملة الصغيرة عم نعملها أيضا عنا على الراديو على نساء أف أم تحت شعار مع نساء أف أم معك في مسيرتك. فاليوم بالتعاون مع مركز دنيا للأورام السرطانية وبالتعاون أيضا مع فندق الكرمل، مشكورين جدا لاستضافتهم لهذا الحدث، وصالون موسى القواسمي، حبينا ندعو سيدات من منطقة رام الله ومحافظة رام الله حتى أنه يكون في نشاط اجتماعي ونفسي، ممكن يكون مع مرح اللي هي من مركز دنيا، وأيضا يكون في نوع من الترفيه للسيدات من خلال صالون موسى القواسمي. اليوم إحنا تعاوننا مع راديو نساء اف ام انه رح نعمل زي نشاط للستات اللي عندهم كانسر، انه هيك نوع من الترفيه ويحسنوا من نفسيتهم وهيك، يعني رح نعمل لهم ميك اب وشعر وهيك. اللقاء خلينا نحكي هو لقاء تفاعلي بين السيدات المتعافيات من سرطان الثدي. السيدات هم كانوا مشخصات وتم متابعتهم للفحوصات وضمن برنامج الدعم النفسي من قبل مركز دنيا لأورام النساء في رام الله. اللقاء بشكل عام رح يكون في بالبداية فعاليات بين المجموعة والأخصائية الاجتماعية، كمان رح يكون في وقت خلينا نعتبره وقت جمال للسيدات، رح يتلقوا خدمات تجميلية من الكوافيرات السيدات اللي رح يقدموها لهدول السيدات، من قص شعر، سشوار، خدمات تجميلية بسيطة خلينا نعتبرها. تقدم لي شيء كتير منيح، انه بحس انه في حد مهتم في الستات الناجيات وانه بيقدموا لنا دعم نفسي وعرفونا على بعض وصرنا يعني زي أسرة واحدة، فأكيد هذا الحكي يعني كتير مفيد لإلي ولزميلاتي.